نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا للاخوان وابوك على هذه الاستضافه. في الواقع مشكل ديال الصحه هو مشكل كبير بزاف بالنسبه للزاكوره، رغم ان الوزير كيقول ان هذا مشكل وطني ودولي، ولكن الى قارنا الخصائص اللي كتعاني منه الزاكوره لا مجال لمقارنته جهويا او وطنيا. كنموذج الى جينا الاحصائيات اللي كيقول السيد الوزير، كيقول لك ان كل مواطن، كل 1600 مواطن عنده طبيب، بالنسبه للزاكوره كل 20000 مواطن بطبيب، وهذا ربما ما كانش شي منطقه اخرى باش يقولوا بان ودي راه. لذا حنا كنطالبوا بالانصاف المجالي، ماشي كنطالبوا فقط بشويه ديال العدل، كنطالبوا بالانصاف، لان كاين اشكال كبير بالنسبه للزاكوره. الى شفنا في الاقليم، هذا بالنسبه للزاكوره، لان فيه مستشفى يسمى اقليمي، هو ماشي اقليمي بالمواصفات الاقليميه، هو مصحه متعدده الاختصاصات. كنتمنى ان المسؤولين يرفعوه للمستوى فاش يكون مستشفى اقليمي، لان المستشفى الاقليمي المواصفات ديالو راه معروفه، العدد ديال الاسرة. المستشفى ديال الزاكوره فيه 45 سرير، واش يمكن نقولوا مستشفى اقليمي ب 45 سرير؟ واش يمكن اختصاصات ما كايناش؟ واش يمكن نسميو يعني ان المستشفى الاقليمي خص يكون فيه عدد ديال الاسرة، خص يكون فيه الاختصاصات كلها ومجهزه؟ الان كاين الحلحله ديال المشكل مؤخرا، يعني صيفطوا واحد المجموعه ديال الاطباء الاختصاصيين للزاكوره، ولكن المشكل لا زال قائما. يعني ان الاطباء اللي جاوا الان، كاين سولتوني على البيدياتر، البيدياتر الان كاين طبيبه فعاله ورفعت المستوى ديال طب الاطفال الحاقه في زاكوره بواحد الشكل جيد مشكوره. كاين اختصاصات الان، الغاسترو راجع، البنومو كاين، سميتو ديال العظام كاين، ديال البسيكياتر كاين، سميتو الامراض الصدريه كاين، هو البنومو. يعني ان هناك واحد 9 ديال الاطباء اختصاصيين التحقوا بزاكوره، ولكن كيفاش غيشتغلوا في زاكوره؟ في غياب الاماكن ديال الاشتغال وفي غياب التجهيزات. يعني ان وجودهم خص وزاره الصحه توفر لهم المكان وتوفر لهم ايضا الاجهزه باش يخدموا. الان كيعطي وصفات بحالهم بحال الطبيب العام، وبالتالي الخبره ديالهم اللي خصنا نستافدوا منها بزاكوره ما كايناش. نعطيك مثال ديال الطبيب ديال العظام، راه جا في 2012 ما لقى باش يخدم بزاكوره، مشى للنواحي ديال اكادير، تعين ثاني في 2014 ما كان ما يدير بزاكوره، انتقل لوردزات. الان رجع زاكوره، ولكن غياب جيزات غيمشي لوردزات. وبالتالي الى متى غيبداو يجيو الاطباء يتحسبوا على زاكوره ويجمعوا النقاط على حساب زاكوره ويمشيوا يغادروها دون ان تستفيد منه زاكوره؟ نفس الشيء الان كاين مجهودات ديال السيد العامل مع بعض المقاولين، وسمتم كيهيئوا لهم بعض الكابيني في المستشفى القديم، مستشفى دراق، ولكن هذا الترقاع ماشي معقول. من الامور الاخرى اللي مستجد الان فسمتهم ان الجهه وقعنا واحد الاتفاقيه مع بين الجهه والمجلس الاقليمي والعمله ديال زاكوره والجماعه ديال زاكوره على التوسيعه ديال هذا المستشفى باش يولي اقليمي. هاد التوسعه خصت لها اموال، الجهه خصت لها واحد 6 مليون درهم، لونزوا خصت لها واحد 5 مليون درهم، والمجلس الاقليمي خص لي واحد 2 مليون درهم. يعني ان هاد المستشفى الى توسع وداروا هاد الاماكن ديال هاد الاختصاصات ويكونوا التجهيزات الملائمه، انا كنظن على ان جزء من المشكل ديال الصحه غيتحل في زاكوره. خارج هذه المساله ديال الاختصاصيين، عندنا الطب العام، عندنا 34 مركز صحي في اقليم زاكوره، 34 مركز صحي، 9 فقط اللي فيهم الاطباء. ملي كنقولوا مركز صحي راه كيكون في جماعه، وتعرف الجماعه بالنسبه لزاكوره راه يمكن تقول مدينه في المساحه ديالها. فملي كنهضروا على زاكوره راه المساحه ديال الاقليم ضعف ديال مساحه لبنان، ضعف مساحه دوله لبنان. وبالتالي ملي كنقولوا جماعه قرويه هي راه مدينه قائمه بحد ذاتها، والا بغينا نقولوا بان السيد راه يتنقل من المحاميد الى المستشفى الاقليمي راه عنده واحد 70 كيلومتر ولا 80 كيلومتر، الا غيجي الاكزاز راه عنده 96 كيلومتر. يعني ان الناس كيهضروا الان ملي كياخذوا المعايير ديال التوزيع ديال الاطباء والتوزيع ديال سميتهم، كياخذوا معيار ديال عدد السكان،
ولكن خص ايضا تدخل في المعايير هذه المسافه والمساحه ديال المنطقه، وهو اشكال حقيقي كتعاني منه مدينه زاكوره. فحنا كنقترحوا عليهم يكونوا اقطاب، يكون مثلا اكدز، يكون فيه قطب، يكون فيه مستشفى مجهز، يكون في التزارين مستشفى مجهز، يكون في تاكونيت مستشفى مجهز، بالاضافه الى المستشفى الاقليمي، باش على الاقل ان الثقل ما يكونش على مدينه زاكوره، لان الناس كلها خصها تجي لمدينه زاكوره. هذا التراكم ديال الناس على مدينه زاكوره وغياب الاجهزه كيعطيوهم باش يمشيو. تصور معايا كيجي من اكدز 96 كيلومتر وكيعطيوه ورقه باش يمشي لورزازات 196 كيلومتر، يعني انه كيضرب 96 زائد 160 كيلومتر، يعني كيصبح في 250 عوض ما يمشي مباشره لورزازات. فهاد الاشكالات اللي مطروحه الان في بالنسبه لزاكوره راه يمكن الا تعاملوا معها بالعقل وكانت الايرادات كلها تعاونت على هذا الاشكال ممكن انه يتحل جزئيا، اما باش يتحل كامل راه ما يمكنش. حتى الاطباء راه عندهم حتى هما بيربوا ولادهم، بغاو انهم يكونوا في مدينه باش يكون عندهم واحد المينيموم ديال البنيه التحتيه. حنا الان اليوم انتم كتلاحظوا كنغوتوا على الماء، وبغيت الطبيب يجي المنطقه اللي ما فيها ماء. ودائما في المجال ديال الصحه الجهه الان دايره اجتهادات وبغات باش ان دير اتفاقيه شراكه مع وزاره الصحه باش في اطار يتعاونوا على الاطر الطبيه في الجهه ككل. ولكن ملي طرح السؤال على الوزير راكم لاحظتوا الجواب على ان المراسم المنظمه لذلك ما كايناش، وبالتالي حتى الاراده ديال ان الجهه هي مستعده باش تعاون مع وزاره من اجل حل هذا الاشكال نسبيا، يتعاونوا على الوظائف، ولكن كاين اشكالات قانونيه راه ممكن ان الوزير واعد بالحل ديالها.